أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية العربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الهيئة نت: ضابط حكومي يعترف بتواطؤ القوات الأمنية مع الميليشيات التي ارتكبت مجزرة الخلاني. في البصائر: أهالي ديالى يخرجون بتظاهرات حاشدة تضامنا مع انتفاضة تشرين. في القدس العربي: سقوط 4 صواريخ على معسكر قريب من مطار بغداد. في عربي 21: اتهامات أممية للعراق باستخدام القوات المفرطة ضد المحتجين. في العرب اللندنية: معاقبة الجيش العراقي على مجزرة ارتكبها الحشد الشعبي. في العربي الجديد: انتشار أمني مكثف بعد قصف صاروخي لمحيط مطار بغداد. والختام بصحيفة الزمان وفيها: المجتمع الدولي مطالب بالتحقيق في ممارسات قمع التظاهرات. أهلا بكم. البداية بمقال منشور بصحيفة العربي الجديد، وجاء في مطلعه: لم تجد المرجعية الدينية في العراق وزعيمها علي السيستاني من وسيلة لإنقاذ الحكومة العراقية وعملياتها السياسية المفبركة من قبضة الثورة الشعبية، لم تجد سوى التضحية برئيسها عادل عبد المهدي من جراء عجزه عن إنهاء هذه الثورة والقضاء عليها، سواء بالقوة العسكرية أو عبر الإصلاحات الترقيعية، ظنا من المرجعية أن هذه التضحية ستقنع الثوار بترك ساحات التحرير والعودة إلى بيوتهم. مقال الكاتب عون القلمجي في صحيفة العربي الجديد. هذا التمسك بالسلطة وتجاهل ثورة الشعب المظلوم ليس غريبا أو مستغربا، فالمخطط الأمريكي الإيراني لتدمير العراق دولة ومجتمعا يتطلب وجود مثل هؤلاء الأشرار، فهم أكثر من غيرهم استعدادا لتنفيذ هذا المخطط الغادر، وخصوصا أن هؤلاء قد أثبتوا جدارتهم بالإجرام والقتل وامتهان كرامة هذا الشعب العظيم وتجويعه وإدلاله واستعباده وسفك دمه والتفنن بسرقة أمواله وموارده وحرمانه أبسط مقومات الحياة، الكهرباء والماء والدواء والأمن، في بلد يعد من البلدان الغنية في العالم. مثلما أثبتوا جدارتهم في استخدام القوة الوحشية ضد جميع الانتفاضات الشعبية التي قامت طوال السنين الماضية، وقد نجد نموذجا عنها في قمع انتفاضة البصرة ومدن أخرى في جنوب العراق قبل أقل من 6 أشهر التي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى لمجرد مطالبتهم بتوفير أبسط مقومات الحياة كالماء والكهرباء. لكن هذا ليس كل شيء، فهؤلاء وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي قد أسسوا ما تسمى الدولة العميقة التي يعلم الثوار مدى فعاليتها لكونها تستند إلى عناصر قوية تشمل مجموعات داخل ضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والقضائية والإعلامية، ولها نفوذ أيضا في المفوضيات والهيئات الخاصة إضافة إلى المؤسسات الدينية وأبرزها المرجعية الدينية العليا. عون القلمجي يختم مقاله بقوله باختصار: العملية السياسية التي فرضها المحتل الأمريكي بالتنسيق الكامل مع ملالي طهران وبمباركة المرجعية الدينية قد جرى تصميمها كما جرى تصميم الدستور من أجل دمار البلاد وخرابها وهلاك العباد. ننتقل وإياكم الآن مشاهدينا الكرام إلى مقال منشور في صحيفة العرب اللندنية، وجاء فيه: لا يمكن تصور أن قيم العالم وتقاليده السماوية والأرضية الخيرة يمكن أن تزاح وتحل ما حلها نظم شريرة أخرى تجعل من يوظفون المال المسروق والسلاح لديهم قدرات مطلقة للتحكم بحياة الشعوب
وكشعب مثل شعب العراق دون أن يكون لها نهاية بعد 16 عاماً تعادل قرناً من أزمان الدكتاتوريات المستبدة. جاء هذا في مقال للكاتب ماجد السامي الرأي في صحيفة العرب اللندنية. كانت المفاجأة أن مسؤولي أحزاب الإسلام السياسي في العراق الذين تغلفوا بعنوانه وواجهوا ثورة شباب يبحث عن وطن ولم يترددوا منذ اليوم الأول لثورتهم من تقديم شهداء، وصل عددهم 500 وأكثر من 20,000 جريح. عناصر المفاجأة التي أحدثتها الثورة العراقية متعددة، تطلبت قدراً كبيراً من التأني والحنكة والخبرة السياسية لمواجهتها من قبل المسؤولين عن الحكم من خارج الحدود، بعد أن لم يمتلكها سياسيون محليون جهلة فاسدون قضوا سنوات الحكم 16 لا رأي ولا قرار مستقل لهم. نصفها الأول انقضى في ظل احتلال عسكري أمريكي مباشر، سنته الأولى كانت في ظل الحاكم بول بريمر الذي لم يتردد بوصفهم بأرذل الأوصاف الشخصية دون أن يتجرأ أحد منهم على الرد عليه حتى في ظل مقاييس الأخلاق الشخصية. وبعد عام 2011 أصبحوا ينفذون مشروع ولاية الفقيه لتفتيت العراق طائفياً ونهب أمواله دون أن يضعوا للشعب أي حساب. اكتشف شباب الثورة مبكراً أنهم يواجهون عدواً كبيراً مكانه الحقيقي ليس المنطقة الخضراء ببغداد، وأشخاصه ليس هؤلاء السياسيين الحاكمين وإنما في طهران. لعبة سليماني، يقول الكاتب، بصفحتيها السياسية والعسكرية غرضها إحداث اختراق داخل صفوف المنتفضين والمعتصمين تمهيداً لسحقها، وجاءت بعد التشاور مع خلية الأزمة التي يديرها ببغداد، وتضمنت مداهمة المتظاهرين بالسلاح بعد فشل التظاهرات الحزبية بشعارات شيعية تظللت مرة أخرى بالسيستاني التي سار الناطقون باسمه إلى التبرؤ منها. الآن ننتقل وإياكم إلى تقرير منشور بصحيفة فاينانشال تايمز الأجنبية، حيث قالت إن هناك فيتو يفرضه المتظاهرون ويركن مرشحون بارزون لخلافة عبد المهدي. تقول الصحيفة إن العراق يحتاج رئيس وزراء جديدا عقب الاستقالة الأخيرة لعادل عبد المهدي، لكن حتى الآن لا يبدو بأن هناك أحدا يريد هذا المنصب. عملية اختيار رئيس وزراء وفقاً للنظام السياسي الذي تم تأسيسه في العراق عقب الغزو الأمريكي والإطاحة بنظام صدام حسين الدكتاتوري في عام 2003 دائماً ما تكون صعبة ومعقدة. لم تثمر انتخابات برلمانية عن غالبية لأي حزب، ويتوجب من الكتلة الأكبر أن تبني إسناداً لائتلاف حكومي تتم خلاله المساومة على المناصب الوزارية بعد انتخابات عام 2018. استغرقت عملية اختيار عبد المهدي 6 أشهر مع المباركة الضمنية لكل من الولايات المتحدة وإيران. ويقول خبراء إنه من المتوقع أن تكون عملية الاختيار أصعب بكثير هذه المرة. وقال مدير مبادرة العراق بالمجلس الأطلسي عباس كاظم: لا أرى أي شخص في ذهنه النية لأن يصبح رئيساً لوزراء العراق خلال الأشهر القليلة القادمة. أي رئيس وزراء جديد سيواجه حركة احتجاج غاضبة ضد المؤسسة، والتي تدعو بعد 16 عاماً من فشل حكومي إلى تغيير شامل بالنظام السياسي القائم. فاينانشال تايمز تقول إن ما لا يقل عن 420 شخصاً قد قتلوا منذ انطلاق الاحتجاجات يوم 1 تشرين الأول، والتي جبهتها قوات أمنية بإجراءات قمعية وحشية. يقول محتجون بأنهم سئموا من فساد حكومي وتدخل خارجي، إنهم يطالبون بتغييرات في قانون الانتخاب الذي يرون بأنه مصمم لمنفعة الأحزاب السياسية القائمة، ويطالبون كذلك أي المتظاهرون
يطالبون بتشكيل مفوضية انتخاب جديدة مع انتخابات مبكرة. الآن إلى صحيفة القدس العربي، وجاء في مقال منشور على إحدى صفحاتها: يتردد في العراق اليوم تعبير الانتخابات المبكرة بشكل مفرط، يرددها الأكاديمي ورجل الشارع البسيط، السياسي المحترف المنخرط في العملية السياسية، والشاب الصغير في ساحة الاحتجاج الذي لو سألته عن تفاصيل مطالبته بانتخابات مبكرة وفهمه لآليات تنفيذ هذا المطلب لن يحضره ما يمكن أن يجيبك به. الكاتب صادق الطائي يحذر من الانتخابات المبكرة في ظل العملية السياسية، بمقال له منشور بصحيفة القدس العربي. لتوضيح خطورة الأمر نبدأ بطرح بعض الأسئلة. هل يمكن أن تتم الانتخابات المبكرة وفق قواعد الدستور الدائم المعمول به الآن؟ الكل متأكد من أن الأحزاب الفاسدة هي من تسيطر على الحياة السياسية الآن، فهل يمكن لهذه الأحزاب أن تنتج حلاً حقيقياً للأزمة؟ وهل سيسمح للأحزاب الموجودة في العملية السياسية الحالية أن تخوض الانتخابات المبكرة؟ هل سيتم تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بشكل حقيقي؟ وما هي آليات تشكيل هذه المفوضية؟ وما هو الدور المطلوب من الأمم المتحدة لعبه لدعم التحول الديمقراطي في العراق؟ هل سيستطيع شباب الانتفاضة مواجهة نفوذ وثروات وسلطة الدولة العميقة التي امتلكتها أحزاب الفساد طوال عقد ونصف العقد من النهب المنظم؟ الأسئلة كثيرة وقابلة للتوالد، وبعض الأسئلة يحيلنا إلى بدء مأساة الوضع العراقي عندما أطاح الاجتياح الأمريكي بنظام صدام الشمولي، وبات البلد يعيش فراغاً دستورياً وقانونياً تم ملؤه بإعلان اعتراف الولايات المتحدة بأنها دولة احتلال نتيجة غياب الغطاء الأممي للعملية العسكرية التي أطاحت بالنظام القديم، ليتم تعيين إدارة مدنية يرأسها السفير بول بريمر بصلاحيات تشريعية وتنفيذية مطلقة لتولد الخلطة التي سيطرت على العملية السياسية التي فرخت نظام المحاصصة وتخادم الفساد الذي يخيم على الوضع السياسي العراقي حتى اللحظة الراهنة. يتابع الكاتب صادق الطائي أو ختم مقاله بالقول: الدستور كتب بعجالة وجاء مليئا بالقنابل الموقوتة التي أخذت بالتفجر مع كل خطوة من خطوات العملية السياسية. الآن إلى مقال منشور بصحيفة الأيام الفلسطينية، وجاء فيه: ما مدى مصداقية واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية؟ هذا السؤال سبق وأن طرح أكثر من مرة على ضوء تقارير المحكمة، خاصة الأخير منها والمتعلق بالحالة في فلسطين، الذي اعتمد على مبدأ مضلل تحت عنوان التوازن بين الجاني والضحية في سياق معلومات مشوهة ومضللة. مقال للكاتب هاني حبيب في صحيفة الأيام الفلسطينية. يبدو بشكل أكثر وضوحاً وتحديداً أن المدعية العامة للجنائية الدولية تأخذ بالاعتبار وبشكل جدي التهديدات الأمريكية الإسرائيلية المتلاحقة، خاصة التهديد الذي شنه الرئيس الأمريكي في نيسان الماضي، من أن أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف الولايات المتحدة أو إسرائيل فإنها أي المحكمة ستتعرض لرد قوي، محذرا من أن أي ملاحقة أو مقاضاة لأي مواطن أمريكي أو إسرائيلي على خلفية شكاوى تقدم بها فلسطينيون ضد انتهاكات إسرائيل سيضع المحكمة أمام عقوبات أمريكية سياسية ومالية. ورغم مطالبة السلطة الفلسطينية بعقد جلسة خاصة لجمعية الدول الموقعة على معاهدة المحكمة لمناقشة تهديدات ترامب وتحذيراته نظرا لتأثيرها المباشر على أدوات العدالة الدولية، إلا أن مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بهذا الشأن،
وأن السلوك المماطل والمؤجل من قبل المحكمة حول القضايا المرفوعة من الجانب الفلسطيني يشير إلى حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية سقطت في الامتحان الفلسطيني. الكاتب الفلسطيني هاني حبيب يختم مقاله بقوله: إنه امتحان حقيقي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤشرات فشلها أخذت بالظهور من خلال تقريرها الأخير، وعلى المحكمة إعادة النظر بموقفها والتمسك بما تدعيه من شفافية ومصداقية، وهي مطالبة بتأكيد حياديتها وعدم خضوعها للضغوط السياسية والمالية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. إلى المقال الأخير، وهو عن إدارة دونالد ترامب التي لا تزال تمعن في تحدي القانون الدولي في كل ما يتعلق بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ابتداء من إعلان القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني، ومرورا بنقل السفارة الأمريكية إليها والعمل على تصفية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وأخيرا وليس آخرا شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، وبالتأكيد الحبل على الجرار، وصولا إلى دعم تهجير ما تبقى من شعب فلسطين من أرض فلسطين ليتحقق المشروع الصهيوني ويصل غايته الأعلى. جاء هذا في مقال الكاتب منير شفيق. يجب إطلاق انتفاضة شعبية شاملة في القدس والضفة الغربية تضع الشعب كله في مواجهة متواصلة طويلة الأمد مع الاحتلال وضد الاستيطان، الأمر الذي يحشر الحكومة الصهيونية والإدارة الأمريكية في الزاوية، ولا يسمح بتمرير تلك القرارات والخطوات من جهة، بل يذهب إلى دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات واستنقاذ القدس والمسجد الأقصى وبلا قيد أو شرط من جهة ثانية. إطلاق انتفاضة شعبية شاملة في القدس والضفة الغربية تضع الشعب كله في مواجهة متواصلة طويلة الأمد مع الاحتلال وضد الاستيطان، الأمر الذي يحشر الحكومة الصهيونية والإدارة الأمريكية في زاوية ولا يسمح بتمرير تلك القرارات والخطوات من هنا. لابد من أن توحد فصائل المقاومة كلمتها للارتفاع بمستوى ردها على السياسات الأمريكية التي تنتهك الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وتستهتر بالقانون الدولي وحتى بالإرادة الدولية العامة، فضلاً عن الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي. يتابع منير شفيق في نهاية مقاله قائلاً: إن توحيد كلمة الفصائل الفلسطينية اكتفت بالاستنكار للسياسة الأمريكية والدعوة لإحباطها لن يكون كافياً، وعليه أن يتجه إلى الضغط على محمود عباس أي الشارع الفلسطيني ليرفع سطوته عن حركة فتح ويطلقها حتى تشارك في انتفاضة شاملة مع الشعب وكل الفصائل. توصلت دراسة جديدة هي الأكبر من نوعها إلى أن ارتفاع درجة حرارة المناخ أدى إلى تقلص أحجام الطيور في وقت يزداد فيه طول أجنحتها، واعتمدت نتائج الدراسة التي نشرت يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول الجاري بدورية إيكولوجي ليترز، اعتمدت على تحليل عينة قوامها 70,000 طائر موزعة على 52 نوعا من الطيور. وكان الباحثون المشاركون في الدراسة من متحف فيلد في شيكاغو قد جمعوا عينات الطيور على مدار 40 عاما، وكانت هذه الطيور التي جمعت قد نفقت نتيجة اصطدامها بالمباني في شيكاغو خلال موسم الهجرة في الربيع والخريف. وعلى مدى عقود الدراسة الأربعة لوحظ تضاؤل الأحجام لجميع أنواع الطيور التي رصدت وانخفضت إلى متوسط أو انخفضت كتلتها الجسمية إلى المتوسط بنسبة 2.6%. الآن إلى الكاريكاتير.
نهاية صدى الأقلام، طاب نهاركم ودمتم في أمان الله، إلى اللقاء.